إذن مستمعينا اليوم في شهوات حلوة نقترح لكم غريبة بسميدة والكوك. إذن باش نوجدوا غريبة بسميدة والكوك ديال سناء العنبري فحنا غادي نحتاجوا في المقادير نص كيلو ديال سميدة رقيقة ديال الحلوة، نص كيلو ديال الكوك، نص كيلو كذلك ديال السكر كلاسي، 6 ديال البيضات، جوج الكيسان صغار ديال الزيت، ماشي كيسان العنبة وإنما صغار منهم، جوج كيسان زيت، خمارة واحدة ديال الحلوة، جوج معالق كبار ديال الكونفيتور المشمش العادي، وغادي نحتاجو لاغوم داك الروح ديال الحامض ولا الروح ديال الليمون. كاين اللي كيبغي غريبة بالمذاق ديال الحامض وكاين اللي كيبغيها بالمذاق ديال الليمون، وكيجي حتى اللوين مختلف، الا درنا ديال الحامض كتجي شويه صفراء ولا درنا ديال الليمون كتجي شويه اللون ديالها الليموني. فغادي نعاود بالنسبه للمقادير باش نوجدو سميده الغريبه بسميده والكوك. غادي نحتاجو في المقادير نص كيلو ديال السميده الرقيقه ديال الحلوه، ونص كيلو ديال الكوك، ونص كيلو ديال السكر كلاصي، يعني بكميات متساويه نص كيلو ما بين السميده الرقيقه ما بين الكوك وما بين السكر كلاصي. غادي نحتاجو 6 ديال البيضات، جوج الكيسان صغار ديال الزيت، خماره واحده ديال الحلوه، جوج معالق كبار ديال الكونفيتور، وقلنا غادي نحتاجو داك لاغوم داك الروح ديال الحامض ولا الروح ديال الليمون، وغادي نحتاجو سكر كلاصي سبيسيال لتفناد هاد غريبه. نمشيو للطريقه باش نحضروا غريبه بسميده والكوك. فغادي ناخذوا اول حاجه داك نص كيلو ديال السكر كلاصي، كنضربوا نخلطوه مزيان مع البيض هو الاول، يعني غادي ناخذوا داك نص كيلو ديال السكر كلاصي مع 6 ديال البيضات كنخلطوهم مزيان ولا نطربوهم، ثم كنضيفوا عليهم خماره واحده ديال الحلوه، نضيفوا الروح شويه من الروح ديال الحامض ولا شويه من الروح ديال الليمون على حسب المذاق اللي كنبغيو، ثم كنضيفوا جوج كيسان صغار ديال الزيت الروميه، نضيفوا كذلك نص كيلو ديال السميده الرقيقه، كنخلطوا هاد المقادير مع بعضياتهم. عاد ديك الساعه في الاخر كنضيفوا داك نص كيلو ديال الكوك، هو في المرحله الاخرى هو اللي كنجمعوا به شويه بشويه حتى كتجمع لينا هاد الغريبه. غادي نعاود، غادي ناخذوا واحد القصريه صغيره ولا واحد البانيو صغير غادي نديروا فيه داك نص كيلو ديال السكر كلاصي، غادي نخلطوه مزيان مع 6 ديال البيضات. ملي كيتخلط لينا مزيان السكر كلاصي مع البيض من الافضل نديرو غير يدينا، كيف كنقول دائما درجه الحراره ديال اليد كتكون مزيانه يعني كتزيد تبنن يعني داك الخليط. فنخلطو داك السكر كلاصي نص كيلو مع 6 البيضات هما الاولين، نخدموهم مزيان حتى نشوفو داك السكر كلاصي كيدوب في البيض، نضيفو خماره واحده ديال الحلوه وحنا كنخلطو، نضيفو لاغوم الروح ديال الحامض شويه منه ولا الروح ديال الليمون وحنا كنخلطو دائما، ثم كنضيفو جوج كيسان صغار ديال الزيت، قلنا ما كنعبروش بالكاس العنبه وانما الكاس الصغير ديال اتاي اللي كنشربو فيه اتاي، جوج كيسان صغار ديال الزيت الروميه كنضيفوهم على الخليط ديال السكر كلاصي نص كيلو ديال 6 البيضات وخماره وشويه ديال الروح الحامض وشويه ديال الروح الليمون، ثم كنضيفو قلنا جوج كيسان ديال الزيت الروميه، وحنا كنخلطو دائما هاد المقادير، كنضيفو نص كيلو ديال السميده الرقيقه ديال الحلوه، نبقاو نخلطو دائما وكنخدمو هاد المقادير مع بعضياتهم. في اخر مرحله كنضيفو داك نص كيلو ديال الكوك، نص كيلو ديال الكوك كنضيفو هو الاخر وبيه باش كنجمعو هاد المقادير كامله حتى كتجمع لينا العجينه، كنبقاو نضيفو داك الكوك بحال كندخلو الطحين، كنبداو ندخلو داك الكوك شويه بشويه شويه بشويه حتى كتجمع لينا العجينه، وهاديك العجينه اللي كنحصلو عليها ديال الغريبه كنشكلوها كويرات على شكل غريبه، كنفندو الوجه ديالها مزيان يعني كتفند هي مزيان، ديك الكره كتفند في سكر كلاصي سبيسيال، يعني من غير داك نص كيلو السكر كلاصي اللي درنا في المقادير غادي نحتاجو السكر كلاصي للتفناد داك سبيسيال، نديرو في واحد الطبسيل قدامنا واللي كورناها على شكل غريبه كنفندوها مزيان في السكر كلاصي، خاصها تاخد مزيان داك السكر كلاصي، ومن بعد كناخدو لاطا ديال الفران نفرشو بورق سولفوغيزي وكنستفو فيها هاد الكويرات ديال الغريبه، كنسخنو الفران من قبل ومجهد، ومن بعد ملي كيسخن كنقصو العافيه متوسطه وكندخلو لاطا ديال الغريبه الفران حتى كتشقق، يعني كنشعلو الفران من الفوق وكنخليوها حتى كطيب وكتشقق، عاد ديك الساعه كنشعلو عليها من التحت وكنخليوها حتى كطيب وكتحمر، واللي قريب ليه الفران البلدي كان احسن بسهوله كنصيبوها وما كنهزوش الهم ديال الطياب ديالها مباشره كتمشي للفران. فنتمنى تجربوا هذا الاقتراح لانه صراحه هي في المنظر ديالها الله يعطيها الصحه حسن العنبري مميزه جدا في الغريبه، يعني بزاف المستمعات عجبتهم غير في الشكل، فما بالك يعني بالنسبه للسيدات اللي كانوا معنا انا حاضرين فاش قدمتها لنا في عيد ميلاد ميد راديو. فنتمنى انكم جربوها ومقادير قليله ما فيهاش بزاف ديال القوام ومناسبه هكا انكم يعني في الذكرى المولد النبوي الشريف، حليوات هكا ساهلين واقتصاديين وكيصدقوا من المره الاولى وبالصحه والراحه.